السلام عليكم. في عام 2006 وضع ضابط أمريكي متقاعد اسمه رالف بيترز تصورا مرعبا لما ستكون عليه المنطقة العربية وتركيا وإيران في المستقبل، وذكر في مقالة تحت عنوان حدود الدم ضمنها خريطة مقترحة للمنطقة، ذكر فيها أن الشرق الأوسط الكبير يجب أن يعاد تشكيله وفق أسس عرقية ومذهبية. هذه الخريطة التي صارت مادة تدرس في برامج حلف الناتو العسكرية تماهى معها مسؤولون أمريكيون سابقون أمثال كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية وجو بايدن نائب الرئيس السابق المتحمس بشدة لتقسيم العراق إلى 3 دول سنية وشيعية وكردية. لكن لماذا يدندن ساسة أمريكيون كبار حول خرائط جديدة للمنطقة؟ وما الأسس التي يراد إعادة تشكيل المنطقة عليها؟ هل هذه الخرائط التي وصفها رالف بيترز نفسه بأنها وحشية وأنها شر لا بد منه صارت قدراً مقدوراً على المنطقة؟ ما الذي سيبقى للعرب في ضوء الخرائط المحكية عنها؟ وهل سيكتفون بالمشاهدة أم ثمة ما يمكن فعله؟ هذه نخبة من أسئلة حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، تأتيكم بعنوان العرب والشرق الأوسط الجديد. أهلاً وسهلاً بكم. في بداية الألفية الثالثة بدأ التحضير الفعلي في دوائر صنع القرار الأمريكي لما يسمى بالشرق الأوسط الجديد. كانت الخطة ترمي إلى إعادة رسم خارطة المنطقة بواسطة إحلال لاعبين جدد عوضاً عن اللاعبين الكلاسيكيين، وبالتالي خلق شرق أوسط غير معاد للمصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة. اختلقت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس مصطلح الشرق الأوسط الجديد عام 2006 خلال حديث لها في تل أبيب، حيث أعلنت عن خطتها لإعادة تقسيم الشرق الأوسط من جديد كما فعلت دول الاحتلال سابقا. يتمثل هذا التقسيم في خلق جو من عدم الاستقرار والفوضى والعنف الممتد في جميع دول المنطقة التي يشملها المخطط. بدأ تنفيذ ذلك المشروع المدفون تحت ستار عمليات عسكرية أجنبية في الشرق الأوسط قبل سنوات طويلة، حيث كان هذا الإعلان بمثابة تأكيد لخريطة طريق عسكرية أمريكية صهيونية في الشرق الأوسط. وصناعة الفوضى التي تولد من خلال ظروف العنف والحرب في جميع أنحاء المنطقة ما يمكن الولايات المتحدة وحلفائها من إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط وفقا لاحتياجاتها وأهدافها الاستراتيجية. أسفرت الأحداث المتسارعة في المنطقة عن ضمور بعض القوى وبروز قوى صغيرة أخرى، كما أفرزت تبعات تلك الأحداث ظهور شرق أوسط عليل يعاني من الفساد والفقر وارتفاع معدلات البطالة وغياب الشفافية، ما جعله يفقد أدنى مقومات الحياة. وعلى الرغم من دوره التاريخي واحتضانه لمعظم الحضارات الإنسانية، إلا أن الشرق الأوسط بضعفه وتفككه أدى إلى وقوعه فريسة سهلة للتدخلات الأجنبية التي جعلته غنيمة سهلة لمصالحها. التغيير الجديد في المنطقة لن يكون جيوسياسيا فحسب، بل سينعكس على مكونات المجتمع وأطيافه وينكأ كل جروح ليشكل سايكس بيكو آخر بحسب المقاسات الجديدة. وكما قيل، فإن تغيير الحدود لن يتوقف عند حدود. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأساتذة عمرو عادل رئيس المكتب السياسي في المجلس الثوري المصري، وعادل المسني الباحث في العلاقات الدولية، وعبر سكايب من بوخارست في رومانيا عبد الرحيم خليفة الصحفي والسياسي. أهلا بالجمع الكريم. نبدأ هنا في اليمين. أستاذ عادل، يعني منذ عقد من الزمن أو أكثر يتردد حديث واسع على ألسنة كبار المسؤولين الغربيين وفي القلب منهم الأمريكيون أن هناك شرقا أوسطا، مرة يقولون عنه جديد ومرة يقولون عنه كبير. هذا على مستوى التصريحات، هل هناك ما يؤشر إلى أن هذا التصريحات انتقل فيه الغربيون من مربع التصريحات إلى مربع إلى دائرة العمل إذا صح التعبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني بدأ التداول السياسي والفكري لمصطلح الشرق الأوسط في الخمسينات بغرض فرض هوية على الأمة بديلة عن المرجعية العربية لصالح مبدأ فضفاض وهو الشرق الأوسطي الجديد يتراجع فيه المكونات العربية الثقافية والسياسية والحضارية لصالح أيضا يعني إقليم جغرافي تدخل فيه تركيا وإيران، بغرض أيضا إضفاء الشرعية في إطار هذا الإقليم على إسرائيل. ثم جاء في الثمانينات يعني بيرجينس المستشار الأمن بيرجينس
كي المستشار الأمن القومي نعم للرئيس الأمريكي، وطرح يعني مصطلح خطير للغاية، وهو أنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنشط حرب خليجية ثانية لإعادة تصحيح حدود سيكس بيكو. وشهدنا أيضا يعني تطور كبير وتصريحات في هذا السياق، منها وزيرة الخارجية الأمريكية اللي قالت أن النظام الشرق الأوسط الجديد هو حل سحري للأزمات في المنطقة، وبدأنا الآن نشهد مخططات جديدة تفسر تماما أو تصف بشكل مقروء هذه التصريحات. نشهد الآن على الأرض عمل ممنهج للسياسات الأمريكية وهذه الرؤى على الأرض. مثلا الآن من خلال في الحقيقة هناك مؤشرات كثيرة، أولا انهيار الاتحاد السوفيتي كان انقلابا شامل في العلاقات الأمريكية في العلاقات الدولية، مكن أمريكا من الهيمنة على مقدرات العالم وسهل لها أيضا المضي في هذا في تنفيذ هذه الرؤى. أيضا أحداث سبتمبر وأيضا الحروب الخليجية ومن ثم أوسلو وغيره، والآن نحن نشهد يعني مرحلة جديدة يتم فيها الإخراج الكامل لمصطلح الشرق الأوسط الجديد من خلال أيضا الربيعات العربية ومعقبها أيضا من فوضى واضطرابات ممنهجة ومنظمة ومخططة من قبل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. ونحن نشهد الآن ساحة ملتهبة يتم فيها إعادة يعني صياغة أو رسم الخارطة السياسية للنظام الشرق الأوسط الجديد. نرى كيف ضرب العراق، والآن التقسيمات واضحة على أساس مناطقية على أساس طائفية وعرقية في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا، وتتدحرج بشكل كبير على المنطقة الإسلامية. هناك يعني تصورات كبيرة تقول بأن هذا النظام الشرق الأوسطي سيضرب أيضا من باكستان حتى المغرب العربي مرورا حتى بالسعودية والسودان ومصر وغيرها من الدول. ونحن نشاهد الآن أن هناك سياسات مكثفة تسير في هذا الاتجاه من خلال أيضا هذه الفوضى الخلاقة التي تجتاح المنطقة العربية. طيب أريد أن أذهب إلى الأستاذ عمرو عادل. يعني هناك الكثير من الباحثين الأمريكيين مثلا في معهد كارنيجي كتبوا عن أن هناك وهم أن هناك وهما أمريكيا اسمه إعادة رسم الشرق الأوسط الكبير أو الجديد بهيمنة أمريكية مطلقة، يجب أن تؤخذ بالحسبان مصالح الدول الكبرى. نتحدث الآن عن دخول روسيا على مسرح الأحداث في الشرق الأوسط بقوة، ونتحدث عن الصين التي تريد إعادة إنتاج أو إحياء طريق الحرير البري وهي تبلي بلاء حسنا في هذا السياق. هل يمكن للأمريكيين فقط أن يرسموا مستقبل الشرق الأوسط الجديد، أم أن للروس والصينيين اللذان يبدوان يتجهان أكثر فأكثر إلى تحالف استراتيجي في مواجهة التمدد الأمريكي في العالم؟ هل يمكن أن يفعل شيء هذا الثنائي أمام أمريكا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقة السؤال محزن، لأننا وكأننا غير موجودين. يعني كأن هذه المنطقة ليست موجودة ولا فيش بشر ولا أنظمة ولا حاجة خالص للأسف. طيب على أي حال النظام الدولي بعد الحرب العالمية الأولى والثانية هو عبارة عن فرض للأقوى، الأقوى هو من يفرض وجهة نظره، الأقوى هو من يحدد توازنات القوى في العالم. فبعد الحرب العالمية الثانية نشأ نظام جديد كانت فيه قوتين، أحد القوى تغلبت على الأخرى فبالتالي أصبحت مهيمنة لفترة ما. الكلام ده ما بيدومش لأن فيه قوة بتظهر في مناطق مختلفة، يعني زي بنشوف الصين زي ما قلت، والروس ابتدوا يستعيدوا نفسهم تاني، والاتحاد الأوروبي حاول يقيم نفسه. ففي النهاية من يحدد مين صاحب التدخل الأكبر هي موازين القوة، والأمريكان في العشر سنين الأخيرة انسحبوا من منطقة الشرق الأوسط لأسبابهم، للضغوط عليهم أو لأي أمر، لكن هذه المنطقة أصبحت منطقة رخوة من بعد سقوط النظام الإسلامي والخلافة العثمانية، أصبحت منطقة رخوة وأصبحت صراع لكل القوى العالمية. ولو بصينا على المنطقة هنلاقي أن التوزيع الاستعماري في بعد الحرب العالمية لا زال موجود، يعني نفوذ الفرنسا. لكن نقطة ذكرتها نقطة مهمة أريد أن أبني عليها حتى لا يبدو أن الحديث فيه نوع أو الأفكار متناقضة. يعني أنت قلت أن أمريكا انسحبت من منطقة الشرق الأوسط، من الذي يعيد رسمه إذا ما انسحبت أمريكا منه؟ انسحبت وعادت يعني بتعود برفق، هي انسحبت. وأنا أقول لحضرتك لا زالت القوى التابعة لي، أصل إحنا الدول العربية هي دول تحت الاحتلال بالوكالة، فبالتالي إذا كانت خرجت بشكل ما من العراق ومن التدخلات الكبيرة في بعض المناطق، لأن أوباما من الحاجات الخطيرة اللي أخذ باله منها هو الصعود الصيني الضخم جدا في الوقت بتاعه، فكان لازم يعيد ترتيب أوراقه علشان يواجه هذا المارد الصاعد.
فكان مجبر ومضطر انه يسحب نفسه من الشرق الاوسط. فبعد ما وشفنا الـ ترامب بيدخل بمنتهى العنف ليعيد السيطره مره اخرى لان حصل فيه خلخله اكتر ودخلت قوه اكتر الروس. ما ظهر هذه العوده الامريكيه للمنطقه يعني باستثناء اذا مثلا يعني الحصول على الاموال مثلا من بعض الدول الخليجيه العربيه باستثناء هذه القضيه، هل ثمة ما يوحي بأنه يعني وباستثناء تحريك ناقلة أو ناقلتين حربيتين إلى مياه الخليج، هل ثمة ما يوحي بأن أمريكا عادت إلى المنطقة؟ الخط الشر محور الشر أو المحور اللي بالمنطقة كلها بتعاني بسببه الإمارات والسعودية ومصر، النظام المصري والنظامين السعوديين، دول أنظمة يعني عندها مشاكل كتيرة وربما هي ليها دور رئيسي فيما يحدث في كل المنطقة. السيطرة على الثلاثة دول بشكل ما هو إعادة السيطرة مرة أخرى، فالدخول بشراسة في فكرة الأموال السعودية والأموال الإماراتية والدعم المطلق للنظام السيسي ويعني الحماية الكاملة ليه على المستوى الدولي، فضمان هذا المحور بيعني استعادة السيطرة الأمريكية تاني بشكل ما على المنطقة. ناخد بالنا ان في التدخلات الكبيرة المالية للدول الخليج في كل المناطق العربية، اليمن وسوريا والعراق ومصر، كل هذه الأمور بيفتت مراكز القوى في المنطقة يعني تخضع لهذا المحور سواء بالقوى المالية او بالقوى العسكرية. وايضا الروس تواجدوا في سوريا والصينيين بيحاولوا يعملوا استثمارات وتواجد بالذات في القرن الافريقي، فالمنطقه منطقه صراع كبيره بتعتمد بالاساس على توازنات القوى العالميه. فالخلل في هذا التوازن او احنا نبص على شكل الصراع في المنطقه يتحول بصوره اكبر الى شكل الصراع الدولي ومين القوى اللي بتحاول تهيمن على المنطقة مرة أخرى. نقطة مهمة أريد أن أسأل عنها عادل، يعني يقول لك الآن هو الصين وروسيا، روسيا دخلت على مسرح الأحداث بقوة، الآن هي تسيطر في سوريا ولها نفوذ في العراق ونفوذ في إيران في النهاية لأنها حليف استراتيجي لإيران. هل التحالف الصيني الروسي يمكن أن، لا نقول أن يؤذي أمريكا في المنطقة، وإنما ربما هل يمكن أن يعرقل مخطط الشرق الأوسط الجديد لبرهة من الزمن مثلا؟ في الحقيقة هناك عوامل كثيرة جدا، ما يعني بعضه داخلي ممثل أيضا بالممانعة العربية التي رفضت تماما اندماج إسرائيل ضمن الشرق الأوسط الجديد، ورغم أيضا التطبيع الإسرائيلي مع كثير من العواصم العربية لكنها وجدت يعني ممانعة قوية من قبل الشعب العربي والذي حاولوا القفز أيضا على هذه الممانعة من خلال أيضا المؤتمر من باب الاقتصاد، من خلال المؤتمر الشرق الأوسط الاقتصادي للشرق الأوسط الذي عقد في 94 في البيضة ثم في القاهرة وعمان وعمان وأيضا قطر، لكن أيضا يعني اصطدم بإرادة شعبية كبيرة رفضت التطبيع. أيضا عوامل إقليمية ممثلة أيضا في دول إقليمية، يعني دول الإقليم أيضا تتنافس على أيضا الدور داخل أو يعني الإرث سقوط النظام العربي، تتنافس عليه إيران وتركيا وإسرائيل، وهناك يعني واضح أيضا الصراع في المنطقة على هذا الإرث. أيضا دول إقليمية، دول الكبرى في العالم مثل الاتحاد السوفيتي، قصدي روسيا وريثة الاتحاد السوفيتي التي تحاول أيضا أن تصيغ يعني صورة أخرى لقوتها وتحاول أيضا أن تستعيد نفوذها في المنطقة. الصين وهناك حرب شرسة الآن اقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أنه التنافس على أوجه اقتصاديا بين الصين وأمريكا، وأمريكا تشعر تماما بقلق كبير من خلال القفزات الاقتصادية الكبيرة للصين، وتشعر أنها ستصطدم حتما يوما ما مع الصين، والصراع في شده هو اقتصادي بين الصين، وجزء أيضا من الصراع على المنطقة هو أيضا اقتصادي على السيطرة على منابع النفط والطاقة في المنطقة العربية، والتي يبدو أن الصين بدأت تنفذ إلى الخليج وإلى أفريقيا، وبدأت تقترب أيضا من خطوط التماس الحساسة للولايات المتحدة الأمريكية. في نقاط مهمة حقيقة، أريد أن أعمق هذه القضية مع عادل. هل الصين وروسيا بما تمتلكانه من أدوات وآليات واقتصاد وطموحات وتحالف يعني يتعزز شيئا بعد آخر، هل يمكن أن تعيقا عرقلة الشرق الأوسط الجديد بالمنظور الأمريكي بالذي يحقق المصالح الأمريكية؟ هي المشكلة أن في الآخر في تفاهمات بتحصل بين القوى طبقا للأوضاع وللضغط المتبادل بينهم وبيوصلوا لحل ما، تنازل أكتر، اختفاء، لكن هي القضية أن طول ما المنطقة بهذا الضعف وطول ما في خيانات كبيرة من الحكام وطول ما الحكومات لا تنتمي لشعوبها
وطول ما الشعوب لا تدرك ذلك سنبقى في مجال الصراع. مجال الصراع مين اللي هيكسبه مش مهم، هي القضية عندنا مش ان مشروع الشرق الاوسط، القضية ان في داخلين على كارثة ونخرج من التاريخ، وهذه المنطقة ستقسم، ستحرق، ستنتهي. كيف سيكون شكل هذا التقسيم؟ حسب ما يريده وحسب التفاوضات اللي تحصل بينهم. يعني على سبيل المثال السودان حصل تقسيم اول، وربما يحصل تقسيم ثاني وثالث. مين اللي توزيع الثروة؟ هي سايكس بيكو كانت ايه؟ تقسيم نفوذ للدول المنتصف الحرب العالميه الاولى. واللافت من المفارقه ان يقول رالف بيترز وضع النظريه هذه الخريطه على اساس عرقي ومذهبي، يقول ان الاوروبيين كانوا انتهازيين في وضع هذه الخرائط. ضحكوا علينا سبحان الله. طيب يعني هذا 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 الموضوع اريد يعني ان اسال عنه لو اذنت لي ان اعود مره اخرى الى عادل. يعني الأسس التي يراد تقسيم الشرق الأوسط على أساسها أسس عرقية ومذهبية أم أسس اقتصادية بناء على المصادر الثروة الجديدة، الجغرافيا التي تكتنز هذه الثروة في المنطقة؟ الحقيقة يقوم يعني واضح الاستراتيجية الأمريكية من خلال الواقع الآن في على الأرض. يعني هناك اهتمام كبير على دعم الأقليات وأيضا الطوائف. واضح مثلا في اليمن الحوثية أقلية يدعم بقوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وكان السفير الأمريكي هو عراب الحركة الحوثية في مشوارها إلى إسقاط الحكومة في صنعاء، والذي يحافظ على بقائه إلى الآن لاعتبارات كثيرة منها محاربة الإرهاب. ويعني هذه الاستراتيجية القائمة أيضا على دعم الأقليات وأيضا الحشود الشيعية في العراق وفي سوريا. وواضح أيضا المشروع الأمريكي، الواضح أيضا أن أمريكا تضع فيتو أمام دول التحالف التي تمتلك يعني أسلحة كثيرة وجيوش ذات تقنية عالية قادرة أيضا على حسم المعركة باليمن، لكنها وضعت يعني فيتو أمام إسقاط صنعاء وأمام الحديدة بغرض أيضا حماية هذا المكون الذي تقوم عليه الاستراتيجية الأمريكية، وهي دعم الأقليات والطوائف ثم تحويلها إلى كيانات ودول. وهو الآن واضح من خلال يعني اليمن يسقط أيضا في يد الحوثيين، وأيضا العراق يسقط في يد الحشود الشيعية، وأيضا سوريا تسير في هذا الاتجاه. وهناك أيضا تقسيم للمنطقة على هذا الأساس. هناك مثلا من خلال التسريبات التي يعني ظهرت للخرائط التي وزعها الاستراتيجيون الأمريكيون للشرق الأوسط الجديد، هناك دولة شيعية في البصرة تمتد إلى الأهواز وإلى شرق السعودية، وهناك أيضا جزء من يعني بلوشستان أيضا، ويعطى أيضا جزء من أفغانستان للدولة الفارسية في وسط الفارس. وأيضا في السعودية هناك دولة سنية ودولة دينية على مكة والمدينة، ومن ثم أيضا السودان تقسم، الجزائر، اليمن. فكل هذه الآن واضح يعني العمل على هذا يدفع إلى السؤال. يعني هذا التقسيمات، وهنا أسأل عادل، يعني أين تكمن المصلحة في إعادة التقسيم؟ يعني المنطقة ساكنة وهي آمنة بيد الأمريكيين في مرحلة سابقة، يعني نفوذ أمريكي طاغي في المنطقة، لماذا يعاد تشكيل المنطقة على هي أسس؟ ماذا يريدون؟ أنا أعتقد أن في صراع حضاري كبير، وفي مشروع لازم يعم العالم كله، فكرة نهاية التاريخ اللي اتكلموا عنها في فوكوياما وغيره. يعني القضية دي لازم العالم يكون يعني متجانس على فكرة واحدة ونمط واحد من الحياة، مجتمع السوق، المجتمع المفتوح، فكرة النيو ليبرالز، فكرة السوق الحر، كلام اللي يتداول من التسعينات وما بعد الحداثة والحدوثة دي. فالقصة ان المنطقة دي منطقة مش مزبوطة مع السيستم. يعني كل الأنظمة في أوروبا حتى والصين واليابان وحتى الحضارات التانية والهند متوافقة فكريا مع هذه الموضوع، المنطقة دي مش متوافقة معها، فلازم يتم إضعافها إلى أكبر قدر ممكن، وهي المنطقة اللي بتقدم أكبر مقاومة في 50 سنة الأخيرة من أفغانستان والجزائر ومصر والسودان والصومال، كل حتة بتقاوم، صح غلط مش مهم، بس هي داخلة في معركة مقاومة للحفاظ على هويتها وتاريخها. وأعتقد أن النموذج الإسلامي في الحكم اللي موجود في هذه المنطقة مع القديم، مش إحنا تحت الحداثة المعلمنة المغطاة بطوب الإسلام، ده حاجة ملخبطة يعني، هي نموذج مخالف لما يراد أن يحكم به العالم. فلازم المنطقة دي تفتت تماما ويقضى عليها بحيث تبقى مادة سلسة، ويقضى على المقاومة ويقضى على الهوية. وده اللي إحنا مش بس بنشوف حرب بالسلاح ولا حرب اقتصادية، إحنا حرب في الأفكار وفي القيم في كل حتة. فالمعركة الشاملة دي للمنطقة دي تفضل، ده بالإضافة إلى إعادة توزيع الثروة
طبقا لنظام ما بعد الحرب العالميه الثانيه، خلاص ما بقاش هو نفس القواعد ونفس توازنات القوى، فلازم يعاد تقسيم الثروه بناء على هذا الامر يعني. وعطفا على ما ذكرت، يعني ثمه من يقول ان الانتفاضه العربيه في عدد من الدول العربيه هي شكل من اشكال هذه المقاومه، وان كان فريق اخر يرفض هذه المقوله، وانما هي فقط تعبير عن اراده تغيير سياسي داخلي غير مرتبطه بالمقاومه للمشاريع الغربيه. نريد ان نبحث هذا بعد الفاصل لو اذنت لي. فاصل قصير ونعود بعده لنسال عن موقع الانتفاضة العربية الراهنة في الشرق الأوسط الجديد وعلاقته بما يراد لهذه المنطقة تأثيرا وتأثرا. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن العرب والشرق الأوسط الجديد. أذهب إلى بوخارست، أجدد الترحيب بك أستاذ عبد الرحيم خليفة. الآن الحديث عن، في سياق الحديث عن الشرق الأوسط الجديد الذي يعاد رسمه في المنطقة، ثمة انتفاضة عربية ممتدة وتشهد موجات جديدة كما في السودان ومصر. أريد أن أسألك عن وضع الانتفاضة الراهنة في عدد من الدول العربية، علاقتها بمخطط الشرق الأوسط الجديد تأثيرا وتأثرا. تحياتي لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. لا شك أن ثورات أو انتفاضات، لا شك أن انتفاضات أو ثورات الربيع العربي ستقلب المعادلات وتغير كثير من المعطيات الحالية القائمة التي دامت لعقود طويلة في المنطقة. هذه الانتفاضات أو هذه الثورات بالتأكيد سترتب نتائج تفشل كثير من هذه المخططات. لو أخذنا مثالا على ذلك الثورة السورية الآن، الشراسة التي تواجه فيها من كل قوى العالم المساندة للنظام السوري بمختلف تلاوينها واتجاهاتها، دليل على مدى عمق هذه الثورة وما سينتج عنها من تغييرات إقليمية وعالمية. أكيد أن هذه المخططات ستعيد حساباتها، ستراجع حساباتها، وأكيد ستمنى بالفشل مع انتصار هذه الثورات أو الانتفاضات. لذلك نجد أنها تواجه من كل القوى الدولية. طيب أستاذ عبد الرحيم، أستاذ عبد الرحيم لو أذنت لي، أستاذ خليفة لو أذنت لي، يعني ضيفنا في الاستوديو الأستاذ عمرو عادل قال بأن الانتفاضة العربية في صورتها الراهنة هي شكل من أشكال المقاومة التي تتبعها دول المنطقة من أفغانستان إلى المغرب العربي، شكل من أشكال المقاومة للمخططات التي تراد أن ترسم للمنطقة، لهذه المنطقة فيما يسمى الشرق الأوسط الكبير أو الشرق الأوسط الجديد. هل ترى أن هذه الانتفاضة هي تعبير عن هذه المقاومة أم أنها حراك داخلي يريد التغيير السياسي في الداخل فقط بحثا عن هامش أكبر من المشاركة؟ لا شك في أن في كثير من انتفاضات الربيع العربي هذا البعد موجود وقائم. يعني فكرة الشرق الأوسط الجديد إذا ما عدنا إلى الوراء قليلا، هي قامت على بعد حرب إخراج العراق من الكويت بعد حرب 1991، ومقدمات مؤتمر مدريد الذي يراد كان منه إعادة ليس فقط بين قوسين بين هلالين إرساء السلام بين العرب والإسرائيل، بقدر ما إرساء هوية جديدة للمنطقة قائمة على استيعاب إسرائيل كدولة فاعلة ودولة أساسية في المنطقة. من انطلاقا من ذلك يمكن أن نفهم أن ثورات الربيع العربي اليوم، نعم، هي شكل من أشكال المقاومة لهذه المشاريع، وليست فقط في بعدها المحلي القائم على مطلب الحرية ومطلب العدالة والتوزيع العادل للثروة أو تبادل السلطة. هذه كلها أبعاد قائمة وموجودة وأساسية، ولكن لا يغفل أبدا هذا البعد أيضا لمقاومة هذه المشاريع. نحن نعلم جيدا مدى تأثير ما جرى في العراق على المنطقة كلها وتأثيره على الشعوب نفسها وعلى قواها الحية. هذه أبعاد قائمة وموجودة لا يمكن إلغائها، وإن كان
وإن كان الشارع العربي عندما انتفض أولاً انتفض على نظم يعني قمعية، نظم استبدادية، ولكن من ضمن انتفاضه على هذه النظم، هذه النظم اللي قولبت نفسها في إطار التحالفات الدولية وأصبحت أداة طيعة في المخططات الدولية العالمية ورهنت شعوبها لها. نعم، هذه الانتفاضات في بعد من أبعادها قائمة على مقاومة هذه المشاريع التي تستهدف إعادة تشكيل هوية المنطقة وإرساء إسرائيل ضمنا. أنا طبعاً أنا من الذين يعتقدوا بأنه ليس هناك دول جديدة وحدود جديدة قادمة قريباً. أنا أعتقد أن المخطط الآن يسير باتجاه إضعاف هذه الدول من داخلها، إعادة تشكيل هوياتها على أسس إثنية وعرقية، أن تكون دول غير مركزية، دول هامشية غير مؤثرة. لكن لا أعتقد بأنه في القريب العاجل أو ضمن هذا المخطط سنشهد قيام دول وزوال دول. هذه الفكرة أنا أعتقد أصبحت نوعا ما الآن يعني بعيدة عن التحقق بمقابل فكرة إعادة صياغة هذه المجتمعات من داخلها. ما هي الفكرة التي بعيدة عن التحقق معذرة؟ هي قيام دول جديدة في المنطقة ورسم حدود جديدة للمنطقة. أنا أعتقد أن الحدود القائمة لهذه الدول بكياناتها الحالية هي ستبقى موجودة، ولكن المخطط يجري الآن على إضعافها من داخلها، على لا تكون دول مركزية، لا تكون دول مؤثرة، لا تكون دول محورية، مع خلق هوية جديدة لها تبرز العرقيات والإثنيات وكل الأقليات المكونة للهويات الوطنية الجامعة. جميل، في داخل كل بلد. جميل، أريد أن أعود إلى الاستوديو. يعني هناك مدافعة بين الانتفاضة العربية وبين الأنظمة الحاكمة، ويكاد يكون هناك إجماع بين مراكز الأبحاث الدولية وحتى الإقليمية على أن الانتفاضة العربية عندما انطلقت فاجأت العالم، فاجأت مراكز القرار الدولي في الغرب وحتى في الشرق. انطلاقا من هذه المفاجأة، الآن هذه الانتفاضة إلى أي مدى مسارها ومآلها ونتائجها ستتوقف على ما يرسم من خرائط لهذه المنطقة، أم أن العكس، يعني هذه الخرائط ستتوقف على ما ستحدثه هذه الانتفاضة من تغييرات؟ لا، أنا في تصوري أن الخرائط هي سابقة للثورات العربية، وهناك مخططات يعني واضحة، لكنها فاجأت العالم. لا، بالنسبة لتقسيم الشرق الأوسط أقصد، هذه المخططات يعني موجودة وهي سابقة للثورات العربية، ويجري العمل عليها منذ يعني أوائل القرن، وبالتالي هناك يعني استراتيجية أمريكية قائمة على يعني النظام الشرق الأوسطي الجديد، ولكن أعتقد أنه نوع من المقاومة ونوع من الموانعة لهذه السياسات جاءت التعبير الواضح والجلي لها، هذه الثورات العربية التي كنست تماما الأنظمة الاستبدادية الشمولية التي كانت جزء من مخطط الداعم للنظام الشرق الأوسط الجديد. كيف كانت تكرس الجهل، تكرس أيضا إنتاج هويات مناطقية وطائفية تمهد لهذا التقسيم الذي تريده، الذي يريده الأمريكان من خلال النظام الشرق الأوسط الجديد. وبالتالي النظام الثورات العربية التي قدرت تطرح فكر آخر مختلف تماما، فكر بناء دول ديمقراطية قائمة على التعايش وقائمة على الشراكة وقائمة أيضا على مفاهيم جديدة جدا تتجاوز كل هذه الأبعاد للأنظمة الشمولية، وبالتالي فاجأت الغرب وبدأت تطرح أفكار يعني ديمقراطية حيرتهم، وبدأوا يتدخلوا بشكل فج لتغيير هذه الثورات عن طريق أيضا حرب وصلة الصراع، واستخدموا إيران بشكل كبير لإثارة النعرات الطائفية والمذهبية في المنطقة العربية، وحرف بوصلة الصراع باتجاه طائفي. طيب، أريد أن أسأل عادل، يعني حقيقة هناك خطوط واضحة وغريبة فيما حصل في المنطقة العربية. الثورة الليبية تقريبا أنجزت أهدافها في البداية، ثم بعد ذلك الثورة اليمنية، وفي سوريا كانوا قاب قوسين أو أدنى من إزالة النظام، لكن بعد ذلك شاهدنا الدفع بشخصية قادمة من الغرب، من الخارج، مثلا خليفة حفتر صار له وزن الآن ويهاجم طرابلس عاصمة البلاد التي يسيطر عليها الثوار. في اليمن دفعوا بالحوثيين الذين يسيطرون الآن على ثلث البلاد والمركز الاقتصادي فيها. في سوريا دخلت الميليشيات من أفغانستان وإيران وباكستان، والآن هناك يعني يظهرون العرقيات الكردية يعني وتحكم بأكثر بكثير من عددها في سوريا. السؤال هو يعني هل هناك نجح من يريد أن يعيد رسم المنطقة في إعادة في احتواء هذه الانتفاضة العربية، أم أن هذه الانتفاضة ما زالت تشكل إرباكا لهذه الخرائط؟ هو إيه سبب الانتفاضة؟ سبب الانتفاضة هي إدراك جزء
كتلة حرجة من الشعوب ان هم عايشين في مشكلة كبيرة جدا، وان الأنظمة اللي بتحكم البلاد العربية أنظمة تجاوزها الزمن، وان الشعوب تحت ضغط كبير جدا، فبالتالي ده سبب لا يزال موجود. الإجراءات اللي تمت والإجراءات المضادة ده لن يغير أصل الأزمة، فأصل الأزمة لا يزال موجود ولا تزال الشعوب مدركة ذلك. بالعكس، الكتلة التي أدرجت حجم المشكلة وكأننا في احتلال بالوكالة بتزيد. إن يحصل أخطاء في الموجة الأولى نتيجة خلاف في توازن القوى، نتيجة خطأ استراتيجي، نتيجة يعني سوء تقدير، ده مش مهم، لكن لازالت الموجات الثورية قادمة. وإحنا شفنا يعني الجزائر بعد 20 سنة، هي بداية الثورات العربية كانت في الجزائر في التسعينات، بعد ما يقرب من 25 سنة قامت انتفاضة أخرى ورغبة أخرى من الشعب. والجيل اللي بيحرك الشارع دلوقتي هو الجيل اللي شاهد وهو شباب وأطفال ما حدث في الجزائر من حرب دموية ضد الشعب. فإذا ده ما حدث في الجزائر يؤكد لنا أن الأمر لن يتوقف، وأن الأنظمة العربية حتى لو استعادت نفسها تاني بهذه الدكتاتورية وهذا الشكل القمعي لن تنجح، لأن مقدمات الفعل الثوري لا زالت موجودة. فأنا أعتقد أن إذا كانت الموجة الأولى حصل فيها مشكلة في لكن أنا أقصد غربيا، هل تم احتواء هذه الانتفاضات من الخارج؟ نعم، بيشتغلوا طبعا، يعني هو حتى لو كان فوجئ بيها لكن هو عنده من القدرة من الأدوات ومن العملاء اللي موجودين داخل البلاد أنه يحول هذا التحدي لفرصة، لأن الشعوب مش مدركة. يعني على سبيل المثال في مصر خدع قطاع واسع جدا في مؤسسة القوات المسلحة في البداية، ما تسمى يعني مؤسسة القوات المسلحة، والجيش والشعب إيد واحدة. حصل إيه؟ النظام الحاكم بيعيد ترتيب المشهد والملعب عشان يحقق انتصار. كانت في أزمة في بداية السنة أو السنة ونص الأولى، قدر يظبط الملعب تاني عشان يسحق القوى الثورية. الكلام ده جايب دعم غربي، فبالتالي الغرب بيدير الملفات في كل دولة حسب الأقلية التي صنعها لتحكم البلاد. يعني مصر في أقلية طبقية الجيش، والجزائر ربما نفس الكلام، سوريا أقلية طائفية، واليمن نفس الحدود، والممالك العربية مجموعة أقليات. فبالتالي هو بيلعب بالكارت ده دايما، وبيقوي الأقلية وبيشتغل عليها بحيث يحول دايما أي تحدي الفرصة يقدر يعيد السيطرة بها مرة تانية. أريد أن أنتقل بالحديث إلى عبد الرحمن خليفة في بوخارست. يعني أنت تتبنى مقاربة مختلفة إلى حد ما عن ضيفي في الاستوديو، وتقول بأنك لست مع من يقول بأن سيعاد رسم المنطقة على أساس جيوسياسي أو على أساس جغرافيا جديدة. ستبقى الحدود لكن إضعاف سيكون من الداخل. لكن رالف بيتر الذي تحدثنا عنه في هذه الحلقة، وهو ضابط أمريكي خطير متقاعد، رسم خريطة سماها حدود الدم، وقال بأن هذه المنطقة يجب أن يعاد تقسيمها على أسس عرقية وطائفية. ألا ترى بأن ما يحصل الآن في المنطقة العربية هو تطبيق عملي بخطواته الأولى لما قاله رالف بيترز، الذي اعتمدت هذه الخريطة في حلف الناتو ودرست وإن لم تعتبرها وزارة الخارجية الدفاع وزارة الدفاع الأمريكية رسميا حتى الآن؟ نعم، أنا أعتقد أن الغرب ليس رهين لسيناريو واحد تجاه المنطقة. هناك العديد من السيناريوهات التي تدرس ويعمل عليها، ويعني ليس هم اللاعب الوحيد حتى يقرروا كل شيء. أنا أعتقد الآن الفكرة هي أميل إلى إضعاف هذه الكيانات من داخلها، لأن في حالة سوريا مثلا أنا أعتقد إلى الآن فكرة التقسيم غير واحدة. تقول الغرب ليس واحدا، من هي القوى الأخرى التي تشارك الغرب؟ المحاور الإقليمية اللي موجودة أيضا، الشعوب نفسها يعني طرف في الصراع. يعني المحاور الإقليمية أنا لا أفهمها، يعني من هي المحاور؟ معذرة أستاذ عبد الرحيم، يعني أريد أن أفهم الفكرة أكثر. يعني أمريكا مثلا التي تعيد رسم هذه المنطقة يعني ليست وحيدة في المنطقة، ما هي المحاور الإقليمية التي يمكن أن تدافع هذا المخطط الأمريكي؟ في حالة سوريا مثلا هناك أيضا طرف تركي موجود في المنطقة، هناك إرادة للأطراف المتصارعة المحلية. أنا أعتقد أن قوى الثورة الآن في سوريا متمسكة بوحدة سوريا وتقاوم ليس فقط النظام والاحتلال الروسي وكل العصابات التي فيها، هي تقاوم أيضا لأجل وحدة سوريا، ليس فقط تقاوم لطرد هذا النظام، هي تقاوم لتثبيت حدود الدولة الوطنية القائمة والمعترف بها. وأعتقد أن هناك أطراف أيضا داعمة لهذا التوجه. إلى الآن لم نرى ما يؤكد أن سوريا ستذهب إلى التقسيم، رغم أن بعض الأطراف تعمل وتسعى
لتكريس هذا التقسيم، مثل ما وجدنا في الشمال السوري من خلال القوات الكرديه او المسمى بقوات البيده او الشاويس، او القوات هي عمليا قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا. انا اعتقد ان الغرب الان، صحيح ربما يكون هناك نظريه تم تدريسها وجرى يعني تداولها ووضعت خرائط لها، لكن ليست هي السيناريو الوحيد المطروح. انا اميل الى فكره ان الصراع الان في المنطقه ذاهب باتجاه تصغير مزيد من العرقيات والإثنيات وتدعيمها وإعطائها يعني أحجام أكبر من أحجامها الحقيقية، على حساب الغالبيات المطلقة تقريبا في مجتمعاتنا العربية، لأجل صناعة هوية جديدة فسفسائية، هوية مصطنعة، هوية الحقيقة يعني مخالفة لما تشكلت عليه هذه المنطقة من عشرات بل من مئات السنين. طيب. هناك إرادات، نعم، ليسوا هم الطرف الوحيد. نعم. طيب. ليسوا هم الطرف الوحيد. سأعود إليك. صار نجاح الثورات العربية. أستاذ خليفة سأعود إليك، لكن أريد يعني أن أسأل هنا ضيفي أستاذ عادل، يعني هل الشرق الأوسط الجديد صار قدرا مقدورا على المنطقة، على العرب وعلى الأتراك وعلى الإيرانيين في المرحلة المقبلة، أم أنه حسب ما فهمنا من كلام عبد الرحيم خليفة أنه ليس قدرا مقدورا وأن هناك محاور إقليمية تدافع هذا الأمر؟ يعني صحيح الصراع على أشده الآن، مثلا السياسات الأمريكية واضحة على الأرض من خلال مثلا دعم الأقليات كما قلنا، حاولت أيضا دعمت بقوة الدولة يعني استقلال كردستان العراق، فماذا كان يعني موقف الإيرانيين والأتراك؟ تدخلوا بقوة وأسقطوا هذا المشروع الأمريكي. أيضا أمريكا حاولت أيضا أن تدرب الجيش الكردي في سوريا، وهي يعني بغرض أيضا إرباك تركيا، تدخلت تركيا أيضا لإفشال المخططات الأمريكية في هذه المنطقة. هناك جهود ايضا يعني لدول الاقليم رافضه تماما لهذه السياسات التي تحاول ايضا تقسيم المنطقه على اساس عرقي ومناطقي وطائفي. وايضا على مستوى المحلي هناك تكتل كبير، وعي لدى النخب السياسيه، مثلا في اليمن لا يمكن ابدا القبول بتطييف الصراع في اليمن بين الشيعه والسنه، هناك وعي كبير ومحاوله ايضا ل يعني توصيف ما يجري في اليمن انه انقلاب ضد الشرعيه وضد الثورة اليمنية، ولا يمكن أبدا التماهي مع المصطلحات والإعلام التي تحاول تسوق له أمريكا بأن هناك صراع طائفي في المنطقة قائم على الشيعة، ثنائية الشيعة وسنة. وأيضا يعني هذا الوعي يعني يقفز على كل الحقائق التي تحاول أمريكا فرضها على المنطقة من خلال تطييف الصراع وتقسيم المنطقة على أساس طائفي وأقليات. وبالتالي هناك ممانعة. أيضا هناك أمريكا في الحقيقة في هذا النظام الشرق الأوسط الكبير لا تراعي القانون الدولي، ولا تركز ايضا على ركائز تقليديه، ولا تراعي ايضا مصالح حلفائها سواء الغربيين او العرب في المنطقه، وهي تواجه يعني اعاقات يعني معوقات كبيره جدا سواء من الرفض الغربي لهذه السياسات او حلفائها في المنطقه الذين يشعرون بان هذه السياسات تصطدم ايضا مع مصالحهم في المنطقه، وبالتالي هناك اشكالات كبيره وتحديات يعني تفرز بشكل تلقائي في المنطقه. لماذا الشرق الاوسط؟ هذا سؤال مهم، لان المنطقه العربية تربط يعني هي قلب العالم، وبالتالي يعني فيها الطاقة، وتربطها أيضا علاقات جغرافية وجوار مع العالم الثلاثة الذي هو سوق للمنتجات الغربية وللأمريكان وللصين، وبالتالي ساحة الصراع الكبرى على هذه المنطقة. أيضا فيها يعني مناخ يقفل يعني زراعة كل المنتجات الباردة والحارة، وبها أيضا الإسلام الذي هو أيضا هاجس ملهم لخيال الشعوب العربية، والتي تحاول أيضا أن ترفض أن تكون تابعة وتريد أن تفرض رؤيتها أيضا على العالم، وبالتالي هناك صراع على هذه المنطقة لما تحتوي من إمكانات ومقدرات ومقومات، سواء على الطاقة أو الموقع أو الإمكانات أو علاقاتها في العالم الثالث الذي هو سوق لهذه لمنتجات الغرب. طيب، تحدثنا عن تركيا، تحدثنا عن إيران، تحدثنا عن روسيا، تحدثنا عن الصين، لكن ماذا عن العرب؟ أي مساحة، أي مكانة، أي منزلة، أي دور سيترك للعرب، أي شكل سيكون لهم فيما يطبخ إذا صح التعبير للمنطقة؟ شوف هك، إحنا عندنا مجموعة أزمات. يعني أكبر أزمة أن معظم الحكام والأنظمة العربية هي أنظمة لا تنتمي إطلاقا للشعوب العربية، فالشعوب العربية بتعاني من عدم وجود ظهير. أولا لا توجد دولة عربية
نقدر نقول انها مستقله يقدر الشعوب تتجمع عليها. نفس الكلام الاتراك مع انهم سنه وقريبين من العرب ولكن عليهم ضغوط شديده جدا من محاور كثيره وحلقه نار. القضيه الملف الكردي وغيره برضو الصراعات الغربيه والدولار وغيره يعني مشاكل كثيره الحقيقه وحلقه من النار حواليها. فهي لا زالت لا تستطيع ان تقوم بهذا الدور. فبالتالي الحل الوحيد الشعوب العربيه تخرج من التاريخ، هنخرج تماما من التاريخ لو لم ندرك اننا في معركه وجود ومعركه مقاومه، معركه تحرير حقيقيه، ليست المعركة التي خوضت في الخمسينات والأربعينات والستينات. المعركة التاريخية الحقيقية لازم تبدأ من الآن، وأن حجم التضحيات الكبيرة اللي قامت بها المنطقة على مدى من منذ حرب أفغانستان. لكن أنا سؤالي ربما سأعود إليك، لكن سؤالي ربما مختلف عما أجبت عنه، وهو الغرب أمريكا ما أي شكل ستعطيه للعرب؟ يعني كيف سيكون شكل العرب ودولهم في المنطقة؟ مجموعة من العبيد المستهلكين، يعني كتل ليس لها مثلا ما عندهاش مقاومات علميه ولا مقاومات تكنولوجيه كبيره، فبالتالي كل المنطقه تتحول لمجموعه من المستهلكين زي اللي احنا فيه دلوقتي. يعني ماذا يقدم العرب او الانظمه العربيه للعالم؟ ماذا يقدمه للعالم؟ لا تكنولوجيا ولا انتاج ولا فن ولا ثقافه ولا حاجه. نعم، ده النموذج الظاهر. أي العرب يمتلكون الكثير جدا من القيم والافكار والمقاومات النمو الحضاري، ولكن تحت ضغط الاستعمار والاحتلال بالوكالة لا يستطيعوا فعل ذلك. فللأسف احنا تحت هذا الضغط نحتاج للتخلص الأول من حالة الاحتلال بالوكالة، بعد كده نستطيع أن نكون جزء مؤثر في العالم والشعوب العربية. وناخد بالنا مثلا في مصر على سبيل المثال، في خلال سنة واحدة حصل تطور كبير جدا كبير جدا في خلال سنة واحدة على المستوى الاقتصادي ومستوى تنظيم الشعوب والجماهير. نعم، فترة الثورة عموما السنة ونص غير مقبول، لازم تسحق تركيا على سبيل المثال. تركت بس شويه وقدرت، يعني في النتيجه لظروف دوليه معقده تثابت بالوضع ده، فقدرت تحقق طفره كبيره لغايه دلوقتي عاملين ازعاج كبير جدا للغرب وفي قلق كبير. الصين نفس الكلام. ماذا يفعل العرب؟ يعني لاني سانتقل الى ضيفي الاخر، ماذا يمكن ان يفعل العرب في هذا السياق؟ الشعوب العربيه هي الحقيقه اللي عليها الحمل الاكبر. لازم تؤمن ان هي في معركه التحرر، لازم تؤمن ان ما عندهاش جيوش تدافع عنها، انها تحت الاحتلال، لازم تدرك انها لازم تمتلك كل ادوات القوه اللازمه للمقاومه، لازم تدرك ان الارض دي ارضها ولن يدافع عنها الا اولادها، مفيش حد. لازم تدرك ان التضحيات ضخمه جدا، معارك التحرير الحقيقيه معارك طويله وشديده القسوه. من اجل ماذا؟ من اجل عدم اعاده ترسيم المنطقه ام من اجل شيء اخر؟ الحصول على حقك في الثروه وفي الهويه وفي العقيده وفي اولادك اللي يجوا بعد كده، تثبت لهم حقوقهم. الحياه ليست فقط يعني مجموعه من الاموال، لا، انت الادميه نفسها المشروع الغربي ومشروع بيتحدث عن موت الانسان نفسه. فاحنا عندنا شكل مختلف للحياه، فنحافظ على هويتنا ونحافظ على وجودنا ونحافظ على تراثنا واخلاقنا ده ونحافظ على ثروتنا وعلى ارضنا. طيب، اريد ان اسال عبد الرحيم خليفه، من الناحيه النظريه هل ترى امكانيه لان يسهم العرب بدور ما في صوغ خرائط المنطقة الجديدة، يعني أو بمحاولة منع حالة الإضعاف الكبيرة التي تحدثت عنها لهذه الدول؟ هل ثمة ما يمكن أن يقوموا به في هذا المجال؟ أنا أعتقد يعني إذا تحدثنا يعني عن النظم العربية القائمة فالأمال يعني تبدو ضعيفة، ولكن كل الرهان هو على هذه الشعوب المنتفضة السائرة التي عرفت طريقها نحو يعني حريتها وكرامتها ونحو أن تعود مرة أخرى إلى الفعل التاريخي. المعركة بدأتها الجماهير العربية، الشعوب العربية في الشوارع، في شوارع دمشق وشوارع الجزائر وفي شوارع الخرطوم وفي شوارع طرابلس الغرب. هذه الشعوب المنتفضة الآن بالتأكيد إذا ما تمكنت، ونعت من المعتقدين بإمكانية يعني تحقق هذا قريبا، إذا ما استطاعت أن تمتلك إرادتها وأن تسقط هذه النظم، نعم ستستطيع أن تغير كثيرا في هذه الخرائط. يعني بالعودة إلى فكرة المشاريع المتصارعة أو المشاريع الموجودة في المنطقة، لا شك أن العرب ليس لديهم مشروع الآن، وهذا نتيجة الأنظمة القائمة، الأنظمة الاستبدادية، الأنظمة القمعية، أنظمة الوكالة. ضيفك الكريم، هذه النظم الحقيقة يعني حولت شعوبها وبلدانها يعني او اخرجته خارج التاريخ، لكن الان هذا ليس قدر نهائي، وهذه الشعوب اصبحت مدركه
لأنها لن تستطيع أن تحصل على الخبز والحرية والكرامة والفعل وأن يكون لها موقعها في 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 المسيرة الإنسانية دون إسقاط هذه النظم، دون تغيير بنية هذه النظم تفكيكا. هناك مشاريع متصارعة في المنطقة، المشروع الإيراني، المشروع الغربي، المشروع حتى التركي، المشروع الصيني. العرب ليس لديهم مشروع ولن يستطيعوا امتلاك مشروع بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى وما لها من أبعاد دون إسقاط هذه النظم وتغييرها. وأنا أعتقد هذا لن يكون يعني أمر مستعصي. بالقريب العاجل نحن الآن تحدث أحد ضيوفك عن نموذج تركيا، لنرى الجارة الأخرى أثيوبيا التي بدأت الآن في حالة من النمو والتطور والنهوض الاقتصادي ومعدلات التنمية. يعني أليس محزن مثلا أن نرى أثيوبيا في هذا الواقع في الوقت الذي كانت في دول عربية مثل مصر ومثل سوريا ومثل العراق تتقدم عليها بعشرات الدرجات في التنمية وفي التعليم وفي الصحة وإلى آخره. أنا أعتقد أن هذه النظم ومبتلين فيها ومبتلين يعني بي 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 وما جاءت به بكوارث على هذه الشعوب، الآن عودتنا إلى الشارع، عودتنا إلى الفعل سيغير كثيرا وسيعيدنا الحقيقة إلى المسار الإنساني العالمي. يعني يعيد العرب مرة أخرى للمساهمة في صناعة التاريخ وصناعة المستقبل. لا يمكن أن يبقى العرب هكذا إلى الأبد. أنا أعتقد أن يعني هناك مؤهلات ومقدمات تجعلنا نتفائل كثيرا بقدرة العرب مرة أخرى على أن يكونوا قوة محركة في التاريخ وليس قوة على هامش التاريخ وعلى قارعة التاريخ. طيب أستاذ عادل، يعني الآن تحدثنا كثيرا كما لو أن خرائط الشرق الأوسط يعني على الطاولة ويجري تنفيذها، لكن ثمة وجه آخر لم يجري الحديث عنه، وهو أن الدول العربية الآن كثير منها من الدول العربية المؤثرة في هذه المرحلة سياساتها تتماهى مع السياسة الأمريكية في المنطقة، وخاصة في دول الخليج العربي وبعض دول الخليج العربي وفي مصر. ألا يوحي لك بأن هذه الدول لديها قناعة، لديها معلومات بأن ليس هناك خرائط جديدة، وأن الأمر لا يدعو إلى كل هذا القلق، وأنما أمريكا تريد أن تحقق مصالحها عبر مجموعة من الدول العربية تتسيد الموقف في هذه المنطقة؟ في الحقيقة هذه الدول لا تستشار، إنما هي يعني دول وظيفية تؤدي دور مكرهة في هذا السياق. أعتقد أنه القلق الكبير والهاجس لهذه الدول الشمولية هي في ثورات الربيع العربي التي جاءت تطرح فكر آخر مختلف تماما، وهي مشاركة الشعوب في اتخاذ القرار والدعوة لبناء دول ديمقراطية، وبالتالي هذا هو المقلق وهذه الأولوية لها، إسقاط ثورات الربيع العربي، وبالتالي سارت وتماهت مع الأمريكان الذين يضخبون من هذه المخاوف لدى هذه الدول، وهي الآن تتزعم هذه الثورات المضادة مثلا الإمارات العربية ومصر وغيرها، وتتدخل بشكل فج أيضا في إسكات التغيير في المنطقة العربية، وأصبحت هي جزء من معول الهدم، وهي أداة الغرب أيضا وإسرائيل في قلنا يعني إفشال التغيير في المنطقة العربية سواء في اليمن أو في سوريا أو في العراق أو في غيره. فبدأت تتزعم بشكل كبير يعني قيادة الثورة المضادة والإنفاق بشكل يعني مبالغ فيه في إعلاميا وعسكريا واستخباراتيا لإسقاط الثورة المضادة. أريد قراءتك للموجة الثانية من الانتفاضة العربية في السودان والجزائر حتى أختم معك فيها، يعني هل هذه يمكن أن تعرقل الخطط الموضوعة لهذه المنطقة وبالتالي تطيل أمد المدافعة ما بين شعوب ذكر الدكتور بأنها تبحث عن هويتها ولا تريد ما يفرض عليها من الخارج هويتها وأن تتحول إلى عبيد استهلاكيين، أم أن هذه التوسع هذا في الانتفاضة يعني ربما ينعكس سلبا على مشروع المواجهة؟ في الحقيقة هناك فرق ما بين هذه الدول العربية وما بين إرادة الشعوب العربية التي تحاول أيضا أن تمرر هذا المشروع الكبير، وهو نتاج أيضا لتراكم ثقافي كبير وسياسي موجود داخل المنطقة. هناك تعطيل لهذه الأدوات عن طريق فرض أيضا السلاح وميليشيات مسلحة داخل الواقع العربي، أخرجت تماما الشعوب العربية بنخبها المختلفة السياسية والثقافية، وبالتالي بدأنا نشهد إفرازات هذا الواقع المسلح على الأرض في
اليمن وسوريا والعراق وغير، وأيضا بقية الدول العربية كمصر، وهو تدخل الجيش لي أيضا التغيير بالقوة، وبالتالي عن طريق أيضا الدعم الخليجي المفتوح لهذه الدول. وبالتالي هناك صراع، صراع ما بين إرادة الشعوب وما بين أيضا التدخل الغربي والدفع بهذه الأجندات لإعاقة هذا المشروع. أعتقد أنه إرادة الشعوب هي الغالبة وهي التي ستنتصر، والدليل الآن الصمود الأسطوري الكبير للثوار في سوريا ولليمن وفي ليبيا، والإصرار الكبير على المضي لإنجاح ثورات التغيير في المنطقة. أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي نرجو أن نكون قدمنا فيها ما ينفع ويفيد ويعمق وعي المشاهد العربي. أشكركم شكرا جزيلا على هذه المتابعة، لكن قبل ذلك أشكر ضيوفي في الاستوديو، عمر عادل رئيس المكتب السياسي في المجلس الثوري المصري، وعادل المسني الباحث في العلاقات الدولية، وعبر سكاي من بوخارست عبد الرحيم خليفة الصحفي والسياسي. كل الشكر لكم، في حراسة الله تعالى.